الاجتماعية يعني منافع اجتماعية برئيس وزراء يوميا أستاذ محمد أيها العراقيين، يوميا يوميا 1,350,000 دولار شهريا قصدك، يوميا لرئيس الحكومة، لرئيس الوزراء العراقي منافع اجتماعية قدرها 1,350,000 يعني شهريا يستلم رئيس الحكومة دولار. يستلم رئيس الحكومة بحدود على مدار سنوات مو سنة واحدة. لا لحظة اسمح لي اسمح لي رحيم، هذا تصريح خطر. هو علم تصريح خطر موجود بالموازنة بس بد لحظة، يوم مو 1,350,000 دولار دولار، هو بال 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 بالدينار يطلع اكثر، يعني 1,400,000 وشوية بالدينار العراقي. مليار بس انا حولتها للدولار هسه مليون دولار. هسه انا اريد اقول مليون دولار، يعني شهريا رئيس الحكومه الى 30 مليون دولار غير مسؤول عنها، ما حد يسال عليها. وين يوديها؟ ولمده سنوات، اربع سنوات يستلم رئيس الحكومه سنوات، ما حد قال على عينك حاجه، ما حد قال ايش سويت بيها، ولليوم ماكو واحد يسال. يعني هاي شو يسوي بها هاي المليون دولار؟ احنا نحتب على عادل عبد المهدي شهريته بالشهر مليون دولار، هو يهمه هواي مليون دولار بالشهر. زين طبعا من تحت وياهم يقول لك احنا عندنا شهداء وعندنا شو اسمه، شو يسوي بها؟ انا اريد اعرف مليون دولار 30 مليون شهريا وين يروحن؟ كلينس وحب شمس وشربت ونوم بصره. شيخنا الشعب العراقي ما كان يعني عارف حجم ال هاي منو خصصها المليون دولار؟ هاي خصصتها وزارة التخطيط ووزارة المالية، ومن ثم صوت عليها مجلس الوزراء.